السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. أنا عارف إن أنا مقصر معاكم وبطلع الأيام دي بتأخر، بس الحق الواحد بيخلص، بص بيفطر وتتلاقيه تقل بقى ومش قادر يعمل أي حاجة. فإيه النهاردة صممت اللي أعمل لكم الفيديو، وقلت أبتدي إيه على حاجة خفيفة خفيفة خالص. الطبق جامد، فجبت يا جماعة أنواع القطايف، 5 أنواع، تمام؟ فبقى ايه، عايزين لايكات بالهبل بقى وشغل جامد عشان ايه الفيديو ده متكلف. جبت القطايف دي من عند حلواني اسمه دلع كرشك يا حبيب، طبعا انا بشتغل لكم، طبعا القطايف دي معمولة في البيت. دي يا جماعة في 5 أصناف قطايف، تمام؟ فايه هنفتح كده ونبتدي ندوق واحدة واحدة. أول واحدة دي يا جماعة بالجبنة، ده الشكل بتاعها، بس هنفتح من النص وبعد كده سيب الفانوس ده دلوقتي على جنب عشان مش فاضي لله. شايفين يا جماعة الجمال؟ نضرب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. دول 5 أنواع يا جماعة، هعرضهم كل واحدة تقييمها قد إيه، بس يا جماعة عايزين لايكات جامدة. ها الجبنة دي جامدة، حوار الجبنة دي جامدة أوي. واحدة لو حبيت اديلها تقييم مثلا اديلها تقييم 8.5 من 10، جامدة. هندخل على ثاني حاجة يا جماعة بالشوكولاتة الدارك. دي بالشوكولاتة الدارك، تمام؟ نفتح كده. ده الشكل من جوه يا جماعة، بصوا يا جماعة هي حلوة، بس اللي بيجيبنا أقوى، اللي بيجيبنا أقوى كتير كمان. خلصها برضو عشان أبقى مديلها حقها. اللي بيجيبنا مزيكين أكتر. يا جماعة لو حبيت اديلها تقييم هديلها تقييم 6 من 10 بس كده. احنا اكلنا الجبنة والشوكولاتة الدارك، لسه في كده 3 أصناف كمان. ده انا مش عارف بتطلع من ايه، يعني نفتح مع بعض ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا جماعة بعين الجمل، قطايف بعين الجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمل؟ ده الجمل نفسه. أنا أصلا بحب بعين الجمل، فأكيد هتبقى عجباني. لذيذ كوريك حلو يا جماعة. لو حبيت اديلها تقييم هديلها تقييم 7 من 10 كده. يبقى وصلنا ايه طعمها. بص العسل عامل فيه ازاي،
واحد قاعد يستكشف. ماشي يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمي بقى انت زي ما انت، مش كنا نفتحهم كده نشوف نعرف. ماشي. وده الطعم الرابع يا جماعة، دي قطايف بالكاجو. يا دلعك يا دلعك يا يوسف. دي بقى فظيعة عشان أنا من عشاق الكاجو. الكاجو دلوقتي بيعدي فلوس كتيرة، دي جامدة أوي. فظيعة. ده برضه يا جماعة 8.5 من 10. كل ده الشهير صعب عشان خاطر الجاجو بس. نجيب من تحت كده. دول ستة أطعم مش خمسة بس. لا ستة. ماشي نونو ستة. هاكل 6 أطعم، هيجيلي غيبوبة السكر من كتر السكر اللي أنا باكله. ماشي. لا تاكلهم كلهم. لا يا جماعة الطعم الخامس اللي جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الطعم ده يا جماعة بالجوز والزبيب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الزبيب بموت فيه، في الجوز ما بحبوش أوي. الصراحة معها حلوة أوي، بس هو بالنسبة لي لغاية دلوقتي نمبر وان اللي بالجبنة. فظيع. الجزء الزبيب ده لو حبيت تقييمه هديله تقييم 6 من 10. كده لسه في طعم أخير، بس مش عارف بقى هيبقى ايه. بقى طعم الاخير بقى تمر الشوكولاته وجوز الزبيب واثنين مكسرات بالتمر. ستة. بالتمر. طب انا اجيب التمر ده هستكشف كل ده بس عشان اجيب التمر. دي شكلها ضرب جميل. كده اللي فيه بالطبع يا بنتي فيك بالكلمة والتمر. الكلمة والتمر. أنا يا جماعة مش لاقي طعم التمر ده يا جماعة. تحت خالص. تحت خالص. مش بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد ولا إله إلا الله. تمر مش راضي يطلع. يا رب تطلع تمر. أيوة. الطعم الأخير بالتمر. أنا متفائل. شايفين؟ الطعم ده الحق اختراع. الطعم ده اختراع.
طعم العجين من العروض. وبالنسبة لكم غريب القطايف بالتمر، بس طعمه حلو أوي. التمر أو البلح يعني، هو ده هو ده طعمه رهيب. الطعم ده جامد عاجبني. الطعم ده يا جماعة لو حبيت أقيمه هتزوره تقييم 9/10. الطعم ده عاجبني كمان عن الجبنة، عشان حاجة جديدة وطعمه لذيذ أوي. ماشي يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.